لانه ضيعت اصلا الخلطه، يعني ظلمت ناس وافادت ناس التاني. الاولى لا، كان لازم تنزل بغض النظر عن انه في كثير ناس كانت بعدها مش فايته على البيت، يمكن الكلاب تتضرر منها لانه كان فايت. اجمالا كل حدا كان فايت، مثل كل سياره امان، كل حدا كان فايت على البيت بده يتضرر منها لانه بده يخسر تقريبا شو 22 ثانيه. فيك تقول منهم خسران شو 16 ثانيه هيك، عرفت كيف؟ بس بسبب سرعة السيارات بالخارج خلف سيارة الأمان هو فات وطلع وما خسر كثير. مين استفاد ومين خسر؟ استفادوا إجمالا سيارات الريد بول، استفاد إلى حد ما بيستري، الأستون مارتن اثنين يعني شفناهم، كان تجاوزهم ساينز، رجع تجاوزهم مرة تانية ساينز، وما نلاقي إلا ساينز عم يتجاوز ألونسو. لاحظت كم مرة تجاوز صحيح. ساينز تجاوز ألونسو؟ يعني قلت يا عمي أنا كنت ريبلاي شيء، لا هي مش بريبلاي. ف إلى حد ما كمان سائقي الرينوت، سائقي الرينوت استفادوا كمان من السيفتي كار. مين كمان بعد استفاد من السيفتي كار؟ مين تضر؟ جو إجمالا مش متذكر صراحة. جو 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 هو الأخير، إجمالا بس جو يعني ألفا رومي بالأخير رجع ورا، بس إنه يعني كان في مركز باختصار سادس اللي ما بعد كان، اللي السيفتي ما كان كار. فايت على البيت، اللي ما كان فايت على البيت استفاد من سيارة الأمان. في حكي كتير كبير بعد شوي كمان بدنا نحكي عن سيارة الأمان الثانية، عن حدا غلط غلطة كتير كبيرة ودفع ثمنها. ممتاز. ف من بالنسبة لكم كان أبرز سائق في هذا اليوم قبل ما نروح سيارة الأمان الثانية والمنافسة؟ إذا سأكمل الحديث. كمل كمل، أنا بالنسبة أنا لي عارف أنا عارف أنا عارف جوابك من القميص. أنا من أفضل سائق بالنسبة لي كان اليوم هو بيستري. للأسف الشديد فريق المكلارن يعني حسسنا إنه هو فريق الفيراري وكل شيء سابقا. يعني بيستري قدم سباق رائع، تجاوزات، قيادة. أنا شفت رايكونن بسيارة برتقالية اليوم، كان اسمه أوسكار بيستري. أنا حسيت حالي عم شوف كيمي رايكونن بأول بداياته، هدوء، اتزان، يعرف وين بده يتجاوز، تجاوزات جميلة، لفات جميلة، توقيت اللفة مثل التانية، ما في أخطاء. شفت رايكونن، وعن جد أوسكار بيستري هو اللي بدي شجعه من اليوم، من اللحظة، مع إنه خسر. أنت كتير انتبهوا للشغلة، بس بسبب بسبب الفريق، الاستراتيجي، بسبب استراتيجي، بسبب الفريق. كان عندهم فرصتين يدخلوا النوع الثاني من الإطار. آخر شيء حرام، أنت عندك حدا كان أسوأ مركز خامس. الاحتمالات مركز رابع، أسوأ الاحتمالات مركز رابع، عم تضيع عليه مركز نقاط وحالك كمان كفريق. وممكن كان أي شيء بيصير بالأمام أنت تاخذ بوديوم. ضيعت كل شيء على بياستري بس بسبب إنه غباء مطلق، غباء مطلق، انك انت ما حطيت التاير الثاني بالقانون، قانون الفورمولا 1. كان عندك فرصتين، عندك اثنين سيفتي كار. لو يا خيي يعني عندك فرصه انك تغير، شو اللي تاخر؟ شو اللي يعني ليش الاصرار على الميديوم؟ ميديوم ميديوم، طب ما حط الاوبشن تاير الثاني يعني اللي لازم. ما حدا عارف شو اللي صار. أمل، كيف ترين أبرز السائقين اليوم؟ من كان سائق اليوم؟ أبرز سائق بالنسبة لي اليوم كان فيراري لوكلير. على آخر حركة سواها في السباق كله على آخر لاب، طبعا أنا شخصيا كان عندي توقع وجدا توقعت، يعني I basically called it إنه اليوم إنه ممكن يحصل شيء، لأنه أنا شكيت أو حسيت إنه بيريز يمكن ما يقدر يحافظ على ال second place، المركز الثاني. thank you. فتقريبا توقعت اللي صار، وصراحة أبدع أمانة. أنا I'm not a Ferrari fan بس بأمانة أبدع. شكرا يا أمل. مهندس شربل تفضل. أنا لحنا اثنين،
ما تزعل تفضل. منه، احنا اثنين، واحد بالمقدمة وواحد كامل من ورا. ف لكليرك انا عندي سائق الافضل. ليش؟ القيادة اللي سيئة حافظ على اداراته، قديش كان شرس على المكابح بشكل مخيف. انا عارف صدقا، ما بعرف شو بدي اقول لك، صدقا عارف رح ياخذ يرجع المركز على نفس المنعطف يلي اخر المكابح كذا لفه كذا لفه عم بيدرسها، كذا لفه عم باخر مكابحه. شفناها مع ماكس فيرستابن كمان، رجع اخذ منه 20 متر لقدام، ولكن ماكس فيرستابن عنده المنعطف من الداخل. و شارل كلير كان رائع على الاطارات، وبلس رح ياخذ شخصين لويس هاملتون يعني بالنسبه لي، مع كل المشاكل اللي صارت معه، مع كل الانطلاق مركز، انطلق رجع 14 مع على الهارد، الحادث مع بياستري، عمل لفة كاملة على إطارات، على إطار مسكوب، فات غير إطاره، السيفتي كار ما لعبت أبداً لصالحه اثنيناتهم، وبلس قدر يطلع مركز سابع. لا أنا بالنسبة لي كان، مع أنه سريعة كثير سيارته كانت، كان بيقدر يعمل تجاوزات جميلة جداً. انا هدول الاثنين اكيد ماكس فيرستابن قاد قياده رائعه، ولكن من نقي اثنين بالنهايه، انا راح نقيت كليرك وهاملتون. تمام، شكرا مهندس. تفضل كابتن احمد، من بالنسبه لك ابرز سائق او افضل السائقين في هذا السباق؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، خطبه عصماء. انا حبدا بالسائق اللي ادائهم كان كويس، عاجل اللي انا اخترته. الاول نبدا في المقدمه، تشارلز كلاب اداؤه جيد، اداؤه كان خرافي ولا غلطه منه هو طول السباق، غير الخطا الوحيد اللي هو سواه، واتوقع لانه اطاراته كانت تنتهي، لما سوى يعني اخطا في البريكنج زون وكان يشمع في الجدار، هو اعطى المركز، انا برايي احمد ان احنا كنا مضطرين نختار سائق واحد بس، انا برايي هذا الخطا اللي عمله لكليرك خسروا المركز الاول. انا جايك، انا عشان كذا لما شفته خسر المركز الثاني كذا الثالث، بس يلا ها سوى خطا واعطى ريد بول 1 2، لكنه رجعه. انا حقول لك بيريز بالنسبه لي انا واحد من اسوأ السائق اليوم، اللي حيقول له والله الرجعه مره، اول شيء ساعدته في السيفتي كار، ثانيا عنده السياره اسرع من كل اللي هو تجاوزهم، صحيح صحيح، ثانيا عنده اطارات اسرع بكثير من لكلاك، افضل بكثير من لكلاك، صحيح، وما انت قادر حتى يعني تسوي جاب بينك وبينه حبيبي، ويجي عليك واحد قطرت ميت يسوي عليك ليت بريك من اليابان، يسوي عليك ليت بريك لين فيجاس، يا حبيبي المشكله فيك. لكليرك بالنسبة لي واحد فيهم، ماكس ما يحتاج، يعني قيادته كانت ما أقول لك التوب ولا اللي هو شيء، ولكن استمرارية ماكس هذا الموسم زي ما احنا عارفينها. السائقين اللي أنا زي ما ذكر شربل لويس، أنا عندي كل شيء لويس، سوى أول شيء تجاوزات في أماكن ما حد سواها عند المنعطف الثاني، لأن المنعطف الثاني من الخارج كان كل يروح على الخارج كان يزحلق، وهو رايح يتجاوز من الخارج من هذيك ما أعرف كيف سواها، وأتوقع عند السفير المنعطف البطيء تجاوز فيها منطقة ضيقة كده تجاوز فيها أربن، أوكي تجاوزات حلوة وصعود جيد، والسيفتي كار مرتين ما استفاد منها، حادثه مع بياستري هو حادث صعب. أنا في البداية صراحة أنا قلت الخطأ على لويس، هذا لما شفت اللي عاد من جديد لويس يعني دخل على المنعطف بياستري لف عليه، نفس الحادث صار نسخة كربونية بين ماكس وراسل، من أخذ العقوبة؟ راسل أخذ عقوبة راسل، ويستاهل لأنه لف على ماكس فعليا. anyway هذه كمان حصلت لويس اشياء كثيره ممكن يسويها. السائق اللي بالنسبه لي نمبر 1 عشان جبت في الاخير الاستاذ سترول الدوسري، انا سميته سترول الدوسري من بعد ما سوى السكسوكه هذه، صار شكل ولدنا كذا وبعد ما السعوديه اشترت نضج نضج لا
شوف انا مو مدح فيه كذا بس اي كلام فاضي، انا استغربت المركز التاسع الولد وصل المركز الخامس يعني بسرعته، وكمان مره عن طريق مين؟ مره عن طريق فيرز، عن طريق الونزو، ويعني دخل مع ساينس في الخط، يعني كانت عنده سرعات كثيره. انا عشان عندي يوصل شك، انا عندي شك اللي كان بالسياره رقم 18 اليوم الخضراء ما كان سترول، كان سيباستيان فيتل ممكن، كان اخوان بابلو مونتويا، كان اخوان بابلو مونتويا. والله شوف كان ممكن اي احد، لانه فعلا لما تشوف القياده اللي قادم تقول هذا مستحيل انه سترول. ولكن انا بذكر بشغله، هو انا اعطيته انه بالنسبه لي افضل سائق، ولكن سارجنت كان شكله كانه جنسن باتن في اسمه فيجن، لكن كثير يعني شفناهم باهتين كانوا جيدين في فيجن، لانه لا تنسى فيجن ما شاء الله عندك 7000 هاي واي كم منعطف، يعني اذا هذه المنعطفات القليله بتسوي في اخطاء وتخسر اوقات كثيره، يعني ايش نسوي؟ ستريت لاين سبيد، ستريت لاين سبيد، الموضوع متعلق بالداون فورد ومتعلقة بالترم حق الوينج حقه وبس، وحفاظك على البطارية. المنعطفات البسيطة هذه متعلقة يعني انت تخسر فيها اجزاء قليلة من الثانية، ما تخسر فيها شيء كثير. فحرفة فيجاس، فيجاس هي اللي ساعدت السائقين كثير انهم يضربوا بهذا الشكل. خط مستقيم طوله كيلو 900 متر، يعني قريب 2 كيلو متر، يعني سليب ستريم والدي ار اس في عالم، في كوكب اخر. ساعدت سائقين كثير أن توصل وتطلع مراكز، عشان كده واعيد وكرر زي ما قلت في كل كلمة، حلبة من الشباب جيد، غيرت على أنها حلبة جيدة. تمام. طيب أنا حاب أسأل مهندس شربة النقطة أخيرة قبل ما ننتقل للأسئلة. البنشر اللي صار مع لويس هاملتون إيش كان سببه؟ هل في قطعة معينة دخلت في الإطار أو؟ لا مش قطع، هيدا الاطار ال 18 انش 18 بوصه، هذه مشكلته الاساسيه هي اول شيء عندك انت، يعني مثل ما شفناه مع بياسري، اطار على اطار عظيم، هون في عندنا حديد، هون في عندنا حديد، اذا السائق بنتفه صغيره على جنب دفش التاير وول تبعه، يعني جدار الاطار دفشه خلص، بدي في تنفيسه، مش انه النقر بانكشر، ممكن يكون صار في تنفيسه وخلص، ما بعود لاقط على ال شو بيسموها، على البيد تبعه، على البيد يلي هو شفه تبع الاطار، على شفه الجنط، على شفه الجنط، فهذا صار بيصير. هلا ممكن يكون في بانكشر كمان، ما بنقول لا، بيصير سلو بانكشر، بس شفنا انه بياستري فات دغري على البيد، هاملتون حتى شايف انه ما كان، يمكن كان عنده slow puncture، اوكي صحيح. ممكن كان عنده slow puncture، حتى بعدين لما قطع البيت ستوب اكتشفوا انه عندهم، حتى رجعوا فاتوا باللفه الثانيه. بس خليني جبت لكم صوره هلا، حابب بس فرجيكم اياها، كنت هلا عم بحكيكم عنها على جدار الاطار كيف هلا هذا مبالغ فيها، لانه هيدا قلت لكم للدراج ريس، اوكي للدراجسترز، اوكي شايفين جنب الاطار كيف بيعمل تجاعيد، هو جنب الاطار هو الاقوى في الاطار تيعمل هيك التجاعيد، تشوفوا قديش في عندك ضغط هورس باور، قديش في عندك تراكشن بهذا النوع الاطارات، والارض هون بتلزق اصلا، هي كمان لا تنسى ايوه بقول لك الارض بلاستيك صح، هيدي اذا بتشوفوه بيمشي اوقات لما يكون شخص عم بيقطع بلزق صباط وتطلع اجره من الصباط، تشوفوا قديش ستيكي الارض. ففورمولا 1 بسباقات مثل باكو، جدة، لاس فيغاس تتعرض لهيك ضغط، بس مش هالقد، هيدي مبالغ فيها، قلت لكم عندك 10000 حصان، نحن هونيك عندنا 1000 حصان والإطار أصغر، ولكن هيدول بيكونوا مايكروسكوبيك كثير صغار بالمايكروميتر، اوكي بالمايكروميتر، فمره مره 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 خلص جدار الإطار بيتعب بيعمل لك اكسبلوجن وبتطلع، فهيدي كنت حبيت فرجيكم اياها قبل ما تمام. طيب ناخذ الاسئله يا شباب، ولا عندكم اي اضافات بخصوص السباق؟ في كثير هلا اسئله والشباب عم بيحكوا مع بعضهم في هون. انت خلصت المحاور يا عبد الله؟ خلص واتساب كوميونيكيشن عنا، تكلمنا عن بياستري، باقي صح
باقي اداء الفراري الخرافي. ما سببه شو هو؟ اداء الفراري الخرافي. اداء الفراري اشرح لنا عن الجناح يا شربل تفضل. اداء الفراري هل كان سيت اب او متفاجئ؟ انا بعتبر اداء فراري سبب من اسباب اداء فراري القوي كان الجناح الخلفي. لهيك بدي شربل يحكي شوي شو الافضليه اللي اعطيها الجناح الخلفي للفراري. طيب مش بس الجناح الخلفي، في نقطه بس شربل قبل ما تبدا، النص بي اس اي اللي زادتها بيريلي خلت فراري تغير الجناح الخلفي، لماذا؟ ايش اللي طبعاً. طبعا لانه انت لما يعلى الضغط الاطارات بتخسر داون فورس، لذلك احتاج داون فورس، تزيد داون فورس، لا مضطر تزيد داون فورس زياده. صح اوكي فبتخسر. هلا هي وين بلشت فكره يعملوا ست للاطارات او ضغط الاطارات؟ من بعد ما المرسيدس كانت عم تستعملها بال 2014 كانت عم تفوت باطارات ضغط اوطى بيحمى بسرعه اكثر لانه بيكون هيك على الارض يعني نسبيا زايد كثير، بس ليكو بيكون هيك ممعوس شوي بتحسه يعني السيرفس تبعه اكبر، فلما يحمى بيرجع بيرجع بيطلع بيعطيك سرعه، بيحمى بسرعه وبيرجع بيعطيك التراكشن اللي بدك منه انت. فهون من بعد 2014 او تقريبا باخر 2014 لاحظوا هيدي الشغله وصاروا يعملوا انه لا مينيموم قديش وماكسيموم قديش لضغط الاطار. هلا هون شو صار؟ لما شافوا انه ممكن سبب الضغوطات الجانبيه على الاطارات علوا البي اس اي حتى ما يصير فيه هاللعب بالاطار بجدار الاطار. فهون انت شو بيصير؟ الاطار صار حمول طابه باسكت بول، انت اوكي طابه هذا كل واحد بيقدر يعملها، طابه باسكت بول وفخها بالضغط الهواء الطبيعي طج على ارض القطة تلاقيها فيك تلقطة، تمام فخها زياده لطابه الباسكت بول تلاقيها كل ما تفلتها وبوم بتطير الطابه الباسكت بول بتجي تلقط ما فيك تطلع تلقطها. نفس الشيء بالاطار الفورمولا 1، فلما علو الضغط بدك تزيد داون فورس كرمال ما يصير يسحب اطارك على الحلبه وبصير في عندك تريننج هون. طيب شباب عندكم تعليق على اداء الفراري ولا نروح الى خاتمه السباق الرهيبه؟ اكيد في عندك خاتمه السباق، في عندك نهايه السباق اللي كانت جميله رهيبه، فتت بالمحور تاعولا انا لان فصل عندي النت ما عرفت بشو حكيته بغيابي، وهذا اخر 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 شيء يا فراس اخر شيء. انا بنظري لانه كنت شايف الفراري كان عندهم خاصة على إطار الهارد كان عندهم حوالي شو 4 لفات بلاس فيغاس اللي هي 6 كيلومتر لا تحمل إطار الهارد لحتى لا يصير الكليرك عم يعمل فاست سلاب أو عم بيكون أسرع من ماكس فيرشتابن وبيريز. للأسف أكثر من مرة الكليرك كان عم بيضطر يبرد إطاره من إما بسيفتي كار، ويمكن ما قلنا بدنا نحكي عن السيفتي كار الثانية اللي برأيي ما كان إلها لزوم، كان ممكن الاكتفاء ب فيرتشوال سيفتي كار لأقصر حد أو حتى كمان فينا نستغني عنها. السيفتي كار الثانية خلطت الأمور، ناس انظلمت كتير بسبب السيفتي كار الثانية وتغير البوزيشن تعولها بالسباق، وناس بالعكس تمام يعني بدل ما تكون بمركز جيد صارت بالخلف. بيريز أكثر المستفيدين بشكل عام من الحكا كلمة قبل شوي أحمد جوهرية. بيريز أنا بنظري رغم النفخ الإعلامي اللي كان لبيريز، بيريز كان من أسوأ السائقين بسباق لاس فيغاس، بس خدم حظ بشكل مش طبيعي خاصة باثنين سيفتي كار. أنت بالنهاية معك سيارة الريد بول وأفضل سيارة باعتراف الجميع بالموسم. وفي نقطة بدي إن شاء الله أتذكرها بدي أحكي عن راسل كمان. بالنسبة لبيريز معك أنت أفضل سيارة، ورغم هيك الكليرك قدر يتجاوزك بأكثر منطقة. هلا يمكن فيرشتابن نلام شوي إنه كان لا قدر يرجع عليه، وبعد ما الكليرك كمان سوى خطأ وإطاراته أكلت وصارت منتهية بعد الخطأ. صحيح هو كمان مرة أقدم وإطاراته أقدم بعشر لفات، وكان فيها خطورة من الريد بول إنه يستفيد الكليرك على اثنين فيها. يعني طلب الريد بول شوي كان غريب، هو غلطة بيريز، هي غلطة بيريز.
اللي كنت بدي احكي بيريز بشكل عام كان منه جيد، وللاسف يعني انه السياره هي اللي كانت جيده. انت عم تحكي بسباق كله مستقيمات، يعني عندك طريق مستقيم وكم منعطف، والسياره بتعطي افضليه. بالنسبه لكليرك، انا قبل شوي قلت لكم انا بيستري شفته قد اداء خرافي، وانا كنت مع بيستري بكل تفاصيل السباق، وللاسف السيفتي كار الثانيه غير انه الفريق ظلمه لبياستري، كمان يعني كان فيهم يستفيدوا من قصه الاطار الثاني، هن ما استفادوا المكلارين. بالنسبه لراسل كمان في ناس كثير شافوا اداء راسل كان جيد، للاسف راسل كان من الاشخاص اللي ادائهم سيء جدا 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 بالسباق. ليه؟ راسل مرتين اعطى فيرشتابن فرصه انه يتجاوز على الخط المستقيم الثاني، هن انت عندك محل قادر تتجاوز عليه، وعندك محل تاني وراه خلفه مباشرة كمان قادر تتجاوز عليه. انت يا راسل ليش بدك تتجاوز على المكان الاول وتعطي فرصة لفيرشتابن يطاردك انه يتجاوز السيارة هذه اللي انت عم تتجاوزها بالمكان التاني؟ كان في يطول باله شوي راسل ويكون اذكى شوي، والذكاء جزء كبير من القيادة بالفورمولا 1. يعني ما انت مش انه بس المهم انك تكون جيد، بدك تعرف حالك وين تتجاوز. لو راسل اكثر من مره عملها راسل على اكثر من سائق، لو راسل عند مكان امام فيرشتابن، لو راسل اتجاوز بالمكان الثاني كان قدر يعمل يستفيد بالمنعطفات بالمنطقه اللي ما فيها تجاوزات، ويبعد عن السياره اللي هي يفترض تكون بينه وبين فيرشتابن. للاسف اكثر من مره راسل كأنه مبرمج، انا بدي اتجاوز هون خلاص، نلاقي فيرشتابن استفاد اتجاوز خلفه مباشرة، مع انه انت لو تأجل قرار التجاوز على المستقيم الثاني كنت ضمنت انك انت بعدت عن السيارة اللي امام فيرشتابن، كنت بعدت. هذا عم بحكي قبل ما يصير التصادم مع راسل ومع والجزاء، وخلص اصلا كان راسل كان سيء كإدارة سباق.